هنا في حي ديلوكس وسط مدينة تعز، حيث ضربت كارثة إنسانية حي المهمشين جراء انسداد مجاري السيول من آثار رمي المخلفات فيها. لما يكتفوا المواطنين لداخل القصور توالت القمامة، السيل ما جاء سحب هذا، شوف القمامة هنا القرابة لا هنا، دخلت الجماعة كانوا داخل البيت مش عارفين انهم هاربين من المطار، ما يدروا الا والسيل قضى داخل بيتهم، يا الله هم لقطوا جهالهم وخرجوا، لا كنابل لا مأوى لا حاجة، شوفهم بالشارع مقتولين النسوان، حتى البوالط ما فيش معاهم. وهذا أمر الله، والله ما له الحمد على راحة قلوبنا وراحة قلوب الجهال، من نعمة هذه ملك الله. هذا عشرات المنازل البسيطة أو ما يمكن اعتبارها شبه مساكن هدمت لتتشرد مئات الأسر في هذا المكان. أصبح عدد من هذه الأسر في العراء تفترش الأرض بسبب إهمال السلطة المحلية. المشكلة الحقيقية التي تسبب فيها للأسف الشديد المواطن الذي يرمي بكل ثقة له البيئي على هذه القنوات، تصوروا أن هذه القنوات تستوعب كل أنواع المخلفات، وهذه كارثة حقيقية وتصرف سلبي وغاية في السلبية يؤدي إلى كوارث من هذا النوع. نتمنى من قيادتنا الشرعية أن تولي تعز أهمية قصوى حتى تتجنب كوارث من هذا النوع. المنظمات الإنسانية هي الأخرى بدت غائبة عن هذه الحادثة وعن تلمس وضع هؤلاء، عدا بعض المبادرات المجتمعية الإغاثية بطريقة فردية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. تعددت الأسباب والمصيبة واحدة، عشرات الأسر أصبحت بلا مأوى بعد أن جرف السيل منازلهم، ولكن يبقى السؤال الأبرز هنا، إلى متى ستظل السلطة المحلية غائبة عن أوضاع المهمشين في هذه البلاد؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.